ما المتوقع؟ كيف يمكن أن تتعاطى قوى الإطار التنسيقي مع هذا التهديد؟ هل يمكن أن تمضي في هذه الخطوة أو أنها ربما ستتراجع عنها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابكم والضيف الكريم والمشاهدين. طبعا علينا أن نتوقع أن حالة المناكفة والتصعيد والتوتر سوف تستمر عبر الزمن، ولا نعلم إلى أي ساحة ستمتد. الإطار يعني يهدف في هذه المرحلة إلى أهداف عديدة، منها أولا أن يمسك قدمه في السلطة ويصل إلى تبوء المنصب الحكومي ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء بأي ثمن وبأي طريقة. الهدف الثاني هو ثني الشارع أو تشتيت زخم الشارع بما يجعل الشارع قليل الانجرار أو قليل التفاعل مع ما يريده السيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر لديه رغبة عارمة وصادقة في التغيير، ولكن حتى الآن لا نعلم برنامج هذا التغيير من خلال الشارع. ما هي آلية التغيير عن طريق الشارع؟ تختلف عن آلية التغيير عن طريق الحكومة والبرلمان. لذلك كل هذه الأشياء السيد الصدر بعد لم نرى ما هي استراتيجيته في التغيير من خلال الشارع، والإطار لا نعلم استراتيجيته في تهدئة الأمور امتصاصها. الإطار يراهن كما عودنا السيد المالكي في تجربة سابقة أن المال يلعب دور كبير، والعراق فيه سيولة عالية واحتياطيات كبيرة بالمليارات الآن وربما للسنتين قادمتين. كم ستطفئ هذه المليارات الكثيرة من الاحتقانات في الشارع، تسوية ملفات كثيرة مع الشركاء كالكرد والسنة وسواهم؟ كل هذا المال سيلعب دور كبير، ولكن السيد الصدر يرى المسألة أبعد من حدود السنة والسنتين. يريد إصلاح جذري في العملية السياسية، تغيير مفهومين. هناك تنافس بين مفهومين، السيد الصدر يريد ولاية للأمة على نفسها وولاية صادقة على نفسها. الإطار يفكر مثل يعني بسبب البعد الأيديولوجي لحمله أنهم قوامون على الأمة ولديهم الحق في التصرف بمال الأمة وهم الأحكم، وبالتالي هناك نظريتين مختلفتين، احداها يبدا من الشارع ومشروعيته، والاخر يبدا من حاله القيمومه ومشروعيه القيمومه على الامه. هذا الخلاف هو الذي سوف يظهر في كل تفاصيل اي تصرف. اعتقد السيد الصدر سيبقى حاد اللهجه وحاد الخطاب لفتره من الزمن، ولكن لو سالتني اتمنى ان يبدا في الشروع في وضع الخطوط العامه لبرامجه، على سبيل المثال تاسيس مجالس النواحي والاقضيه والمحافظات، بناء الحكومات المحليه، تقويه الرقابه، المشاركة الحقيقية وتفعيل هذه المجالس. من هناك تبدأ العملية الديمقراطية وزج الأمة بشكل أصولي ودستوري في عملية إدارة الدولة. اليوم لم يبقى ملامح للنظام الديمقراطي إلا مجلس النواب ومجالس الاتحاد والمحافظات والنواحي والأقضية، كلها غيبت ولا يبقى ملامح نظام ديمقراطي في الحقيقة لدينا. وتغيير من مجلس هيئة الرئاسة إلى مجلس رئاسة في البرلمان، هذه أيضا تطور آخر يسير بالعراق إلى تقويض مزيد من ملامح نظام الديمقراطي في العراق. فالنظام الديمقراطي في خطر حقيقي من حيث الهيكلية ومن حيث الأداء، وهذا طبعا ما يجب الانتباه إلى جميعا، إعلاما، نخبا، سياسيين.